الأوقاف في السعودية رؤيتها واقعها مستقبلها والأهم من ذلك ثقافة الناس تجاهها بكل أبعادها الدينية والاستثمارية والإنسانية، ملف يفتحه يا هلا مع أصحاب الاختصاص وأسئلة كثيرة تنتظر إجاباتها معهم. يعد هذا الملتقى أحد أهم الفعاليات في مجال الأوقاف في العالم العربي نظراً للموضوعات والمحاور التي يتم طرحها فيها من حيث الأهمية والتنوع وكذلك الحضور الكبير والتفاعل من قبل المختصين في مجال الأوقاف. ويقدم الملتقى رؤية شرعية قانونية واستثمارية وخيرية لتطوير القطاع الوقفي والإسهام في تفعيل دورة في مجال الاقتصاد والتنمية. وقد حضر هذا الملتقى الوقفي في الأعوام السابقة أكثر من 3000 شخص. الجدير بالذكر أن هذا الملتقى يقام لسنة الرابعة على التوالي، وسيشهد تفاعلا كبيرا وحضورا واسعا من كافة الأطياف ومن رجال الأعمال، لأن الملتقى سيمتاز بالأطروحات والموضوعات المختلفة والمميزة. يتضمن هذا الملتقى عدة أهداف أساسية، منها نشر ثقافة الأوقاف وتفعيل دورها في المجتمع، وكذلك الإسهام في تطوير البيئة التشريعية للأوقاف وتقديم حلول مناسبة لمواجهة التحديات في مجال الأوقاف، وأخيرا تفعيل دور التواصل بين الجهات ذات العلاقة في مجال الأوقاف. كما سيشارك في الملتقى نخبة متميزة من الخبراء والباحثين في مجال الأوقاف بأوراق علم وبحوث في مجال الأوقاف وورش عمل ومعرض الأفكار الوقفية ضمن فعاليات الملتقى. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدني أن ينضم معي في الاستوديو الأستاذ مهدي بخاري وهو رئيس شركة استدامة للمسؤولية الاجتماعية. أستاذ مهدي حياك الله. يا أهلا وسهلا. وحشتك الشاشة. والله زمان. نعم. اليوم يمكن الناس يعني إذا كانت هذه الجملة صحيحة عندهم قصور في فهم ثقافة الأوقاف. صحيح. كيف تفهم الناس بدءا ماذا نقصد بوقف؟ الوقف هو شيء تملكه. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الوقف شيء تملكه أنت إيش ما كان، يعني أي شيء تملكه طبعا غير نفسك هذه، فتقوم تجعل منفعة أصل تحبس أصل الملك هذا تحبسه لله سبحانه وتعالى، وتقول خلاص أنا الشيء ذا اللي أملكه جعلته لله إلى ما شاء الله قيام الساعة. جميل. سواء كان هذا عقار، ممكن يكون شركة، ممكن يكون موقع إلكتروني الآن في العصر الحاضر، ممكن يكون برنامج تلفزيوني، أي شيء أنت تملكه ممكن تحوله إلى تحبس أصله. فلما تحبس الأصل أصبح العوائد اللي من هذا الوقف لله سبحانه وتعالى، لله، تصرف في أشياء خيرية، أشياء تطوعية. خيرية أنت تحددها، أنت كموقف تحدد تقول أنا عندي مبنى حوقفه لله سبحانه وتعالى، جميع عوائد هذا المبنى من إيجارات هي تصرف مثلا اللي بيصير في السابق وبعض المعاصرين أنا أصرفوها للأرامل وللفقراء وللمساكين وللأيتام ولأوجه البر عامة، ومثلا إذا انتهى الفقراء والمساكين أصرفوها في بناء مدارس، إذا غلق بناء المدارس أصرفوها في كذا، يعني كانوا يحددوا أوجه الصرف. إذا انتهى اكتفى المسلمين من هذا الوجه يحدد وجه آخر وهكذا إلى يعني ما يسبب اكتفاء في الموضوع. جميل. سنصل إلى الفكرة الجديدة اللي جالس تقولها، يمكن ما كنا نعرفها من أول، حكاية تعدد الأوقاف وإلكتروني وغيرها، بس خلينا نأخذها شوي شوي. طيب. في السعودية المسار التاريخي لفكرة الأوقاف هل بدأت من أيام الأربطة وما الأربطة زمان ولا من قبلها؟ أول ما بدأ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أتحدث عن السعودية، لكن خلينا نأخذها تاريخيا إجمالا. طبعا هم يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أوقف بئر مثل عثمان بن عفان، وإلى العلمك إلى الآن بئر عثمان بن عفان وقف، والآن يوجد في حساب في البنك في المدينة وقف عثمان بن عفان. وين موجود؟ في أي في المدينة المنورة. في المدينة المنورة وقف عثمان إلى الآن يدر وله حساب في البنك. ما شاء الله تبارك. وين يصرف؟ حدد إن عثمان لأوجه البر عامة كان حاطه هو، ف
فيصرف في أوجه الخير وتنمية ونمي وقف سيدنا عثمان رضي الله عنه. والآن في برج أبراج في المدينة بوقف سيدنا عثمان. مين اللي ماسكه يعني؟ اللي ماسكه كذيك الأيام حسب التنظيم عندنا في المملكة العربية السعودية وزارة الشؤون وزارة الأوقاف، أول كان اسمه وزارة الحج والأوقاف. بعدين حولت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والأوقاف. الآن التنظيم الجديد أصبح تحت الهيئة العامة للأوقاف. أصبح الآن كل ما يخص الأوقاف في المملكة العربية السعودية وإدارة الأوقاف التي ليس لها نظار أصبحت تحت إدارة الهيئة العامة للأوقاف، وبدأوا هم يعني ما شاء الله وعيد لها محافظ ولها مجلس. نقدر نقول إنه هذا أقدم وقف موجود اليوم؟ وقف سيدنا عثمان طبعاً. نعم. في تاريخ الأمة هو أقدم وقف. طبعاً في بستان طلحة رضي الله تعالى عنه أوقف أيضاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فانتشر بعد ذلك. طبعاً من أجمل الأوقاف في تاريخ الإسلام الفاطمة السيدة فاطمة الفهرية التي أنشأت جامعة القيروان. أول جامعة في العالم، أول جامعة في العالم في تاريخ أنشأتها امرأة مسلمة في الوقت اللي كان الغرب ممنوع على المرأة أن تتعلم، نحن أنشأنا جامعة، امرأة أنشأت جامعة لتعليم الناس العلم وجعلتها وقفا. وثم بعد ذلك لما أنشأت هذا الجامعة جعلتها وقف، أصبح الناس وضعت في شرط الوقفية، قالت وأذنت لمن أن يهدي هذا الوقف ما يشاء، فأصبح الناس يوقفوا للجامعة. إلى الآن أصبحت الجامعة هذه موجودة وقافها كثيرة، جامعة الأزهر في مصر، وهكذا المدرسة اللي أنشأ درس في مقيم الجوزية في دمشق. في السعودية هنا عندنا في مكة يمكن أقدم مدرسة هي مدرسة الصولتية في مكة المكرمة، أنشأتها امرأة هندية اسمها صولة النساء. هذا عام كم؟ الآن المدرسة هذه إذا ما تكون على الذاكرة وصل عدة فوق 100 سنة. ما شاء الله. تعتبر أقدم مدرسة أنشأت. وما زالت. ما زالت موجودة. اسمها. مين اللي يدرس فيها الآن؟ مدرسة عامة اسمها خاص. هي أوقفتها في ذلك الزمان وبدأت بعد كده جاءت وانتشر يعني في أنحاء العالم الإسلامي. في ذلك في العصور انه توقف جامعات وتوقف مدارس، حتى كان في وقف اسمه لعله بخير. لعله اليوم احسن. هذا وش حكايته؟ ايش حكايه الوقف؟ هذا رجل سمع انه الاطباء قالوا في بغداد هذا انه المريض تحسن نفسيته لما يسمع احد يقول والله اليوم شكله احسن، فسوى وقف. وعوائد الوقف يصرف على شخصين يلفوا على المرضى في المستشفى ويجوا عند المريض، كيف حالك اليوم ما شاء الله تبارك الله، يجوا ثاني يوم عند اللي جنبه جاء كيف حالك احسن، شكله اليوم صاحبك افضل من امس. اها شوف الوقف وصاحبه يسمع. صاحبه يسمع فتتحسن نفسيته مجرد ان ها شيخنا والله اليوم احسن، الناس شايفيني احسن، شوف يعني التوسع. هذا وقف غريب جدا. لا لا وكان في وقف للكلاب الضالة وللقطط الضالة ترى يا أخي ديننا عظيم نحن. طيب وش اللي خلانا أستاذ مهدي ثقافيا على الأقل عندنا نربط فكرة الوقف بالمبنى؟ يعني وين ضعنا عن كل هالأوقاف؟ طبعا ذيك الأيام حتى في ذيك الأيام كانت بحكم أنه الاستثمارات كانت محدودة فما كان عندك شيء استثمار مضمون غير عقار. ليش؟ لأنه نحن لما نجي بنوقف أول وقف يجي واحد في باله يسوي مسجد. أي. صح؟ صحيح. فهذا عقار أرض، فيوقف الأرض لله سبحانه وتعالى ويسب مصلحتها لله ويحبس أصلها لله فأصبحت مسجد، ويجعل لها دور أو محلات تنفق على هذا المسجد. في الفئة الأخيرة مع الأسف هذا شيء مؤسف أنه أصبح الناس يوقفوا مساجد وما يجعلوا لها أوقاف للصرف. فكانت تتحمل الدولة رعاها الله هذا المصاريف هذا المسجد، لكن الأصل في السابق أنك لا تبني مسجد وتجعل له أوقاف تصرف عليه والعلمام والسكن. من الأشياء الجميلة الحقيقة هنا أنا شوف أنا عشت، أنا ابن الوطن هذا، عشت في الطائف، عشت في أبها، وعشت في جدة وفي المدينة وفي الرياض وفي الشرقية. من الأشياء الجميلة جدا في منطقة الرياض أن المسجد يبنى ولو سكن خاص للإمام وسكن خاص للمؤذن. في جدة ما في شيء ده.
هذا الشيء يعني أشياء جميلة التي تذكر ما في معظم مساجد ما فيها الشيء ده مع الأسف يعني. وإذا بنوا سكن للإمام والمؤذن جعلوه غرفتين أو غرفة وما يصلح، عشان كذا معظم السعوديين ما يسكنوا في السكن حقة. هذه ثقافة جميلة لو انتشرت في كل مكان في المملكة. يعني الآن لو الوزارة وزارة الشؤون الإسلامية تتبنى إنه يعني المسجد اللي يبنى لابد يكون له سكن الإمام وسكن يليق، ولو دخل الدخل هذا يجعل الإمام والمؤذن سعوديين ويعيشوا في كرامة. ترى كثير من الرواتب كانت الأئمة والمؤذنين ترى من 1500 أعلى راتب 3750 إمام وخطيب. كيف تبغى واحد سعودي يتفرغ لي؟ أنا أقول هذا الكلام إنه في قطاع الأوقاف لو أدير بطريقة صحيحة ووضعت له استراتيجيات قوية، والهيئة اللي نحن مؤمنين الآن هي العامة للأوقاف اللي طالعة إنه يحول هذه الأوقاف إنها تصنع فرص وظيفية للشباب. ترى في أنت لما تيجي توقف عمارة، طب وبعدين إيش الوظائف؟ لا يا أخي سوي مصنع، سوي مصنع وخلي الشباب يشتغلوا فيه، الشباب يشتغلوا فيه، خليه وقف مو غلط، أنشئ شركة وخليها وقف. صحيح. أنت شاركت في التنمية، الآن نحن كلنا بنقول رؤية 2030 والتنمية، والأمير محمد بن سلمان الله يجزاه خير في كلمته المشهورة قال القطاع الغير ربحي مساهمته في الناتج المحلي 1%، يبغوا يرتفع إلى 5%. طيب أنت كيف حتشارك في 5% وأنت كل شيء قاعد تبني عمارة؟ أي كيف حتشارك في ما هو هذا السؤال اللي أنا كنت أحاول أوصل لإجابة، ليش انغرست فينا هذه الثقافة؟ هو أقول لك أشياء يعني المضمون، فعلا إحنا نحتاج إلى مصنع، إلى شركة، إلى يعني المضمون. يبغوا يشتغلوا على المضمون على قولتهم. إحنا عندنا مسجد أو عندنا هنا في السعودية كل شيء لازم على المضمون. خليك في الوظيفة الحكومية لأنها مضمونة، خليك في الشركة. غلط كذا، مو صحيح. يعني معليش انا اعرف رحابه صدرك قول. في ارتباط اخر ثقافيا في اذهان الناس ما بين حكايه الوقف والشخص الملتزم دينيا، يعني اللي عليه مظاهر الالتزام الديني. اي هذه ليش انغرست فينا هالثقافه مع انه الوقف شيء مفتوح للكل يعني والكل المفروض يبادر؟ انا اعرف كثير من الموقفين هيئتهم شكلهم ما هي هيئته شكل المتديني، ومع ذلك عنده أوقاف. عنده أوقاف. طيب مهمة مين اليوم يا أستاذ مهدي إلى أنه ينشر هذه الثقافة الوقفية اللي نحتاجها، سواء على مستوى الوقف نفسه أو الناس اللي يعملوا الأوقاف؟ والله أنت وبرنامجكم المبارك ده أول ناس بدأوا. طيب شكرا لك. يعني شكرا لكم أنكم بادرتوا وقبلتوا أنكم تتحدثوا في هذا الموضوع. وإحنا مقصرين حقيقة. الإعلام يا أخي، نحن مشكلتنا صراحة الإعلام. الناس بتشوف الآن بتقرأ السوشيال ميديا وبتشاهد مقاطع في السوشيال ميديا في التواصل الاجتماعي وبتشوف البرامج مثل برنامجكم القوي ذا. هذه مهمة الإعلام أن تنشر الوعي بين الناس، ومثل هذا ملتقى الأوقاف الرابع. هذا كنت بنتكلم هذا نحن نسعى فيه أنه ننشر الثقافة هذه، تنوع الأوقاف، تنوع المصادر، المصارف. تخيل أن نحن دولة ضعيفة جداً في الأوقاف الصحية. في الأوقاف الصحية. صحية. والله يا ليت الثقافة في هالجوانب. أديني إيش في مستشفى وقف تعرفه أنت؟ ما في. ولا مركز غسيل كلى ولا جراحة. ما تعرف؟ نعم لا. لا أنا أقول لك فيه. وين؟ في مركز غسيل كلى في جدة. طيب. وفي مستشفى أنشأه الشيخ محمد السبيعي رحمة الله عليه في القصيم. هذه كلها وينها؟ وفي مجموعة البترجي أطلقت أنه حينشئوا 4 مستشفيات وقفية. هذه ما وصلت للناس ولا يعرفوا عنها. ليش؟ لأن ما عندنا اهتمام. ما احنا مهتمين بهذا الجانب وما احنا معطينه الأهمية. يا سيدي القطاعات في كل دول العالم، قطاع حكومي وقطاع خاص وقطاع ثالث يسموه. طيب. اللي هو النون بروفيت اورجانيزيشن، المنظمات الغير ربحيه. انت عندك الاوقاف وعندك الجمعيات الخيريه تمثل المؤسسات، وعندك المنظمات اللي هي تعتبر شركات او مؤسسات غير ربحيه لكنها هي استثماريه. انت تعرف ان رولكس وقف، شركه وقفيه. عظيم. جامعه هارفارد وقف بالكامل، وشوف الارباح اللي تجي من وراها. ارباح هائله بمئات الملايين، وشوف انعكاسه على المجتمع، على الناس، وظائف على كل شيء، وظائف، ابحاث علميه،
اختراعات. أنت يا أخي مجرد البحوث، نحن لما نيجي نفكر يا أخي كيف الغرب يصرف مئات الملايين بالمليارات على البحوث؟ يا سيدي في أوقاف ترى هناك عندهم اسم الرصد التراست، عندهم ثقافة الوقف موجودة عندهم، أنه يجعل شيء ومصروفاته لل زي بيل جيتس لما قال نص ثروتي أنا جعلتها الأعمال الخيرية. ترى ما أخذ نص ثروته وقاعد تنصرف، لا، جعلها تستثمر وأرباحها تنصرف. بالتالي إحنا بحاجة إلى تغيير مثل هذه الثقافة. ثقافة. لأنه إحنا يعني ما أبغى أقول للأسف، لكن كان الاتجاه بس وقف ديني بس، يعني مسجد 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 مسجد، كان هذا كله الاتجاه يعني. شوف يا سيدي، نحن نحتاج مساجد. طيب. نحتاج مساجد. لكن أنا وأنت عايشين في الرياض. صحيح. وفي كم مسجد جنب بيتكم؟ كثير جدا، في الحي الواحد في أكثر مسجد. وتلاقي مسجد ممكن يكون جامع، وأقصى تقدير صلاة المغرب اللي في رمضان دائما الناس تتعبى فيها وصلاة الفجر، إيه؟ إذا تعبى نص المسجد إيه؟ ممتاز. أصلا يغيروا حتى مكان الإمام، يخلوه في نصف المسجد عشان ما بيتعبى. إيه؟ طيب يا أخي ليش أنت محدد مثلا 5 مليون تبني مسجد؟ يا أخي تعال سوي دراسة، ما تكلفك شيء، تكلفك 50 ألف ريال، مش أكثر من 50. تشوف المنطقة اللي أنت تبني فيها المسجد إيش الاحتياج فيها. يا أخي روح أمانة الرياض وشوف التخطيط العمراني، هيا التخطيط العمراني المنطقة هذه إيش حيصير فيها؟ حتظل فلل؟ انتهى، حتظل فلل، يعني كم حيصير البشر اللي حيسكنوا فيها؟ 5000؟ أقوم أنا أبني مسجد يكفي أبني مساجد في المنطقة حق 15000؟ ليه؟ فالمفروض إن أول شيء يسوي دراسة، المنطقة هذه كم تحتاج؟ أقوم أبني مسجد على الاحتياج. المبلغ الزايد إيش أسوي فيه؟ يا أخي أسوي فيها قاعة، ممكن أسوي فيها ألعاب، منطقة ألعاب رياضية، ممكن قاعة ألعاب رياضية، قاعة مناسبات، أسوي فيها وقف يدر. وترى كلها وقف وكلها فيها أجر بإذن الله تعالى وكلها. يا سيدي في ناس تعتقد أنه الأجر فقط أنه أنت تجعل مسجد، لا يا أخي، تعرف أنه في الحديث يا أخي الناس كثير ما تعرفها، أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله إلى قلب أخيك. يا سلام. أحب الأعمال يا أخي شيء أعظم من ذا الحديث. تعال يا أخي أعمل أي شيء، أعمل أي وقف حيدخل السرور لقلب اخيك، طبعا من غير معصيه. طبعا لانه في سرور في بمعاصي. يعني ما انا لا واضح الكلام، واضح. والراعي يقول لا ترى فهدي قال، لا يا جماعه لا واضح الكلام، بهدي اللعب. لا واضح الكلام، ويا كثر مسارات السرور اللي انت ممكن تدخلها في قلب الناس يعني. جدا يا اخي، اذا امراه دخلت النار بقطه وامراه دخلت الجنه بقطه، ديننا عظيم يا جماعه، لكن لا تحصروا في اتجاهات واحدة ومعينة، والمجالات رحبة وكبيرة جدا. جميل، يا ليت تصل كل هذه الرسائل للأشخاص المهتمين بالوقف. طيب أنت تقدر توقف. أنت تقدر توقف، المصور يقدر يوقف، المخرج يقدر يوقف، أي واحد يقدر يوقف. ترى الجماعة الناس نحن نظن أن الوقف إيش؟ أنه لازم مادي وفلوس، لازم ملايين ومليارات. لا يا سيدي، لا يا جماعة، أول شيء الدال على الخير كفاعله، دليت الناس على وقف لك أجره عظيم، شاركت بمفحص قطع أخذت الأجر. من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا من الجنة، وكان بمفحص قطع. الناس يا أخي شوف، أليس الله سبحانه وتعالى هو العدل؟ بلى. صح الموسى، وأليس الله هو أرحم الراحمين؟ بلى. وليس هو الله، هل الله يبغى الناس كلها تخش النار؟ لا، يبغى البشر تدخل، يعني كلنا احنا نبغى ندخل الجنه. صحيح. كل واحد ينفق على قدره، اتق النار ولو بشق تمره، شق تمره ممكن تقيق النار، فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. ايش رايك ان انا عندي حساب في تويتر وقف رسمي. وقف رسمي بصك بصك ما هو هذه النقطة ياليت نعرج عليها وبنرجع للحساب. طيب. الآن كيف المسارات التنظيمية للوقف؟ جميل، الآن أنت تبسوي وقف حلو، أول شيء نسأل إيش تبغى، يعني نحن بيجونا ناس يقولون نحن بنسوي وقف، بنجلس معهم. أنت إيش تبسوي وقف؟ إيش الوقف؟ كم المبلغ اللي عندك أول شيء تبغى توقفه؟ إيش استراتيجيتك؟ إيش فكرك؟ إيش رؤيتك؟ طيب يا أخي زمان ما هو مثل الآن،
الآن الدنيا تعقدت أكثر والمجتمعات كبرت والمسافات صارت بعيدة. زمان المدينة كانت تمشيها كلها برجولك، الآن المدينة لازم السيارة عشان تروح من شمال لجنوب المدينة. صحيح. المدينة، فأنت لما تيجي تبي تسوي وقف لازم تفكر أول شيء تضع لك مستشار قانوني، لازم يكون عندك مستشار قانوني خاصة إذا كان وقفة كبير، ولازم يكون معك مستشار اقتصادي، ولازم يكون معك مستشار اجتماعي. أنت تيجي تستشير الفئات هذه، وطبعا المستشار الشرعي عشان انت يصيغ لك الصك الوقفيه بما يتناسب مع اللوائح التنظيميه. انه لازم تاخذ صك، اول شيء يكون لك صك من الجهه الرسميه اللي هي في المحكمه. طيب ممتاز، وبعدين لانه الوقت معي قصير. طيب فانت الحين سويت سجلت الوقف، فتسجل في الوقف انك انت مثلا يحق لك تنشئ مؤسسه، تحق لك تنشئ شركه، تحق لك تنشئ مصنع وكذا. بعد كذا تروح عندنا الدولة ما هي مانع الشيء ذا، تروح وبالصك الوقفية هذا تاخذ سجل شركة أو مصنع أو مؤسسة. حلو. وتقوم بعد كذا تأسس هذا الشيء اللي حيكون منفعته للناس. جميل جدا، رجعني لحساب تويتر لأنه هو لغة المرحلة اليوم. أيه. كيف أنت أوقفت حساب تويتر؟ أنا سجلت في صك الوقفية اللي سويته. أيه. قلت اللي هو برنامج أنا كنت سويته في القناة الأولى السعودية اسمه بالقراءة النحية. أيه. معروف. قلت اني جميع عوائد برنامج بقرآن نحية تكون لنشر القرآن الكريم وعلومه وتحفيظ القرآن الكريم. عظيم. مصادر هذا وكل البرامج التلفزيونية والإعلام الرقمي والحسابات الإنترنت من تويتر والفيسبوك والإنستغرام. ذيك أيام وقت ما سويت الصك الوقفية ما كان في سناب شات. أيه. بس لفظ أن الحسابات الإلكترونية والإعلام الرقمي يندرج تحته كل شيء. كل شيء خلاص، حتى كل ما سيستجد أي شيء إعلام رقمي حيطلع مستقبلا. نحن هم الناس يسموه إعلام جديد، يسموه سوشيال ميديا، هو إعلام رقمي كله يذهب ريعه تحفيظ القرآن، نشر القرآن الكريم وعلومه. هذه مبادرة ووقف نبيل جدا، يعني تشكر عليه ونحييك. أترك لك مساحة أخيرة، وأنا أعرف أن الوقت ضاق معنا وحديثك لا يمل، إيش تقول فيها؟ في ايش؟ في موضوع الاوقاف. عندنا ملتقى الاوقاف تحديدا، الناس ملتقى الاوقاف الرابع في فندق الانتر كونتيننتال من 14 15 فبراير 28 29 جماد اول. احضروا الملتقى هذا، في له جلسات عمل، في له ورش عمل تعلمك كيف تسوي الاوقاف وكيف وفي جلسات عمل بتعلمك اداره المخاطر في الاوقاف، الصناديق الوقفيه. في عندنا شركه الانمان الاستثمار حيجوا يتكلموا عن الصناديق الاستثمارية، الصناديق الوقفية كيف تعمل صندوق وقفي بحيث تكون عوائده وقفي. شوف هذا فكر جديد. جميل. إدارة المخاطر، الحوكمة الأوقاف مع المرحلة اليوم، وكيف الأوقاف تشارك، هذا مهم جدا، كيف الأوقاف تشارك في التنمية ضمن رؤية 2030. أستاذ مهدي شكرا لك، وشكرا لحضورك ولهالثقافة الجميلة اللي عرفناها في الموضوع. شكرا جزيلا. شكرا لك. إذن كما قال الأستاذ مهدي بخاري أنه لا تحصروا الأوقاف في اتجاه واحد معين، وأن هناك فسحة كبيرة في ديننا لمسارات وقفية كبيرة جدا. شخصيا أعتقد أن هذه الثقافة الوقفية كلما راجت ربحنا. فاصل ومكملين معكم.